كنقول الناس المحسنين الله يجازيهم بخير، الله يرحم ليهم الوالدين، يشوفوا من حاله هذا السيد راه فيه الحريق، راه ما كينعش والله ما كينعس لا ليل لا نهار، راه فيه الحريق بزاف، وراه كان واقف في الاول كان واقف على رجليه، كان كيمشي ويجي على رجليه، دابا مابقاش مازال قد يمشي صافي، كثير واحد الرجل كاع مابقاش قد ولا كيجرها مابقاش قد يزيد. كنت كنجمعوا نديروا الدواسه ونجمعوا داكشي تيقول لنا غنديروا ليه الشيمي، ما كيديروا ليه حتى شي حاجه، ودرنا ليه كلشي، هما ثاني جمعنا ليه الدواسه كلشي، عطاو له عاوتاني واحد جوج تحليلات كيساو منهم كيديروا 58000، وحنا ما عندناش باش نديروا ليها التحليله، حنا التحليله واحد هذه وحنا فيها مصاريف العلاج ما عندناش، كان حنا فلوس الطوبيس ما كنلقاوهاش والله ما كنلقاوها، وشوف الطوبيس اللي كنمشيو ليه على رجلينا انا وياهم ما كيقدش يزيد، كناخذ ليها شي بحال هكا شي موطور ولا شي حاجه كنشير عليه كيوقف تيهزوا لينا حتى للطوبيس، ياك شفت هذيك الدوره فين والله حتى كنمشيو حتى تما على رجلينا، فلوس الطوبيس كنوحلو فيها والله ما عندنا حتى فلوس الطوبيس ديك الاخرى، وانت كتشوفي في الحاله كي دايره هو ما كيبقاش لا ما بقاش لا قد لا يهضر لا ينوض لا والو، صافي ضرات رجلو ما بقاش قد مازال تيزيد، كيقول لك ديروا هذه ديروا هذه ديروا هذه، ملي كنمشيو كتعرفي السبيطارات شدي موعد لهذه شدي موعد سير حتى عاد كيخرج سكانير سير حتى عاد كيخرج راديو سير حتى عاد تخرج شي حاجه، في الاخر مازال ماشي مشكل داكشي كنديروا عندهم وما كاين حتى شي نتيجه، وكيزيدوا علينا بالتحاليل، التحاليل كيعطيهم لينا غاليين بزاف، حيدوا ليه جبدوا ليه المخ ديال العظم اللي عرف التحليله ديال العظم راه غادي يفهمها، جبدوا ليه المخ ديال العظم من العظم وداروها لينا وعطوها لينا قال لك سيروا ديروها على برا، ملي مشينا درنا المختبرات كاملين شحال لقيناها كدير 120 درنا بها التعينه وجبناها لحناها في الدار لحناها في الدار ما لقيناش باش غنديروها، واش واحد ما لقيتها فلوس الطوبيس وغيدير تحليله ب 120 راه ما كاينش من عندنا من منها حتى، كنطلب نطلب منهم الله يجازيهم بخير الله يرحم ليهم الوالدين يشوفوا فيه بعين الرحمه اللي قد يسخاه الله بشي حاجه يتعاون معاه، راه ما كاينعش والله راه ما تقدريش تبركي حدا بالالم والله ما تبركي حدا، راه ليل ونهار هو كيتالم راه ما يمكنش تبركي حدا واحد مريض وانت كتشوفي فيه كيتالم وانت كتشوفي فيه وما عندك ما ديري ليه، لا اله الا الله محمد رسول الله والله العظيم ما كنقدرش نشوف فيه كيتالم، الدراري ما بقاش كدو يبركو حدا والله ما بقى كدو يبركو حدا، في الليل ما كينعش كيتالم ليل ونهار وما كينعش وانت كتشوفيه في ذاك الحاله، ما يمكنش تاكلي حداه ولا تشربي حداه ولا تنعسي حداه، راه في الليل كيبات حتى العسى حتى الصباح قاعدين يشد ليه بيتو تيتقعد، عاوتاني نقول لك تكيني وجناه طابو لي بالنعاس طابو الصاد البيت سخون فيه الصاد كي نبغى شويه البرد يدير بها البرد، بعد المرات كنهزو عليه حدا العتبه ونفرش ليه على حساب الصاد، انت راه مستحيل تقدري تعيشي معاه في هذه الحاله هذه زعما راه صعيبه بزاف والله العظيم. 07 18 90 30 43